السلام عليكم. في خدمة أدوب عاملاها اللي هي أدوب إكسبريس، دي مجانا وأونلاين. كل اللي عليك إن أنت بتختار الحاجة اللي أنت عايزها تصممها، وليكن مثلا بوك كفر، ممكن تعمل فلاير، ممكن تعمل حاجة انستجرام، حاجة الفيسبوك، وبتختار تمبليت معين وتعدل عليه. مثلا ده مثلا شكل الكتاب، طبعا عايز تعدل التكست، فبتقف هنا وتختار التكست وتكتب اللي أنت عايزه. مثلا عمر، تمام، وتغير بقى الصورة. بتلاقي في صور كتيرة تقدر تعمل ريبليس بأي صورة، ممكن تحذف الخلفية، تمام، ممكن تعمل أبلود لصورة، أي صورة عندك هتبقى موجودة بدل الصورة ديت. وليكن مثلا ديت، هيبدأ هو يعمل لها ريبليس. تقدر تعدل الكلام، تعدل اللون، كل اللي انت عايزه. في اشكال كتيرة تقدر تسحبها وتحطها. فمن غير ما تسطب اي برامج ومن غير ما تدفع اي فلوس، بتقدر ان انت تعمل التصميم اللي انت عايزه. وبعد كده تقدر تقول له داونلود، سواء بي ان جي او جي بي جي او بي دي اف. تقدر تحمل الصورة اللي انت عايزها، او تقدر تعمل لها شير لو انت